بدأ اليوم التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية لمستشفى المسلة التخصصي في أسوان وسط إقبال كبير من المواطنين. جاء ذلك بعد عملية التطوير الشاملة للمستشفى وإضافة العديد من الأقسام التي لم تكن موجودة بالمستشفى من قبل، وتضم العيادات الخارجية العديد من التخصصات والأقسام، ومنها عيادة الحميات للأطفال وبطنة وكلى وأمراض الدم والجهاز الهضمي والأسنان، حيث تقدمت العلاجات اللازمة وتقدمها للمرضى والمترددين بالمكان. النهاردة بنبتدي إن شاء الله ضربة البداية مع تشغيل العيادات الخارجية. طبعا أكيد في جديد. الجديد في العيادات الخارجية إن عندنا عيادات متخصصة كمان غير العيادات اللي هي المعروفة بالنسبة لنا، عيادة الحميات، عيادة البطنة، عيادة الأطفال. عندنا عيادات بطنة متخصصة، عيادة خاصة بأمراض الكلى، عيادة خاصة بأمراض الدم طبعا، وكذلك كمان عيادة أسنان متخصصة كمان. يعني في القريب إن شاء الله هنبتدي تشغيل المبنى الداخلي. المبنى الداخلي عندنا 45 سرير داخلي، عندنا 8 أسرة خاصة بالعناية المركزة، عندنا 8 أسرة خاصة بالعزل، عندنا معمل متخصص. المستشفى قبل كانت وضع ودلوقتي وضع تاني خالص. طبعا التطور ملحوظ جدا، واحنا دلوقتي بننافس المستوى العالمي تمام، وان شاء الله يعني المستشفى بتاعتنا بتخدم كل